السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. الملكة رانيا تكشف عن الجانب الفكاهي من شخصيتها في حوار تلفزيوني. تألقت الملكة رانيا عبد الله عقيلة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في مقابلة تلفزيونية صريحة وبعيدا عن التكلف، وذلك خلال استضافتها في برنامج صباح الخير أميركا المذاع على قناة. وقالت الملكة مازحة خلال حديثها عن حفلات الزفاف المنتظرة لابنيها ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني والأميرة إيمان إنها لم تمارس أي ضغط على أبنائها، وتحدثت عن رغبتها في أن تصبح جيد قائلة إنها ستكون مرحة. وأظهرت الملكة رانيا الجانب الفكاهي من شخصيتها معلقة: كانت ابنتي تمازحني قبل أيام وتقول ماما كل مرة تعرفيني فيها على الناس، فقلت لها كنت أتوسلكم ولسنوات لتتزوجوا وفي النهاية قررتم أن تفعلوا ذلك بفارق 3 أو 4 أشهر بينكما. وتابعت: أنا متحمسة جدا، هو وقت حافل لم أكن أتمنى أفضل من هكذا أنسباء. أعتقد أننا جميعا كأهل نريد أن نرى أبناءنا يكبرون ويصبحون مستقلين ويشاركون مسيرة حياتهم مع شركائهم، وأنا فخورة جدا باختياريهما، ولطالما قلت من قبل أن لقبي المفضل هو ماما، لكن أعتقد أن ذلك سيتغير سريعا لكلمة تيتا، لذلك هدفي أن أكون جدة مرحة، والمثل يقول ما أغلى من الولد إلا ولد الولد. ووثقت الصور التي نشرها نشر الإعلامي تي جي هولمز الدردشة التي حدثت بينه وبين الملكة رانيا بعد انتهاء المقابلة، وأشارت مجلة هلو ماغازين إلى أن الملكة واصلت نكاتها حتى بعد توقف الكاميرات، وتناولت مواضيع مضحكة للغاية لدرجة أن هولمز كاد يسقط من الضحك. We'll be right back.